اليوم بتكلم لكم إن شاء الله عن مدرج سفاري الشارقة. مدرج عبارة بيكون لعرض إن شاء الله للطيور وللحيوانات، تقريبا مدة العرض من 10 إلى ربع ساعة حاليا، وحاليا يضم أو بيكون عرضين في اليوم إن شاء الله. العرض عبارة عن حيوانات أفريقية، منها طيور ومنها الحيوانات العادية. بيكون إن شاء الله في أكثر من نوع من الحيوانات، في عندنا حيوان النيص أو الكوركيباين، وفي عندنا حيوان أو الطير اللي هو البجع الأبيض أو الوايت بيليكن. والحمد لله يشهد المدرج إقبال من الناس والزوار وتفاعل مع عرض الحيوانات.